أفضل طريقة في دعوة غير المسلمين ما هي؟ هي الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. كلو رب النبي صلى الله عليه وسلم بيدوجي قد بان تاين تان مؤاس تقن يمن تنبون لان دا قد برا مؤاس دعوه منو تقن كي لم يقل له ناظرهم ناقشهم، تكلم على النصرانية وتكلم على اليهودية وتكلم على البوذية. قد من بنغرين مؤاس أمبي أوي دا قطرون جيتا تا جهود جاريك نصرانين جهلاي لا، قال علمهم التوحيد. إذن هذه أحسن طريقة، وهي الطريقة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه.